الوصفه التانيه اللي انا هنعملها ليه؟ علشان تشد معاك الترهلات، لان الكوبايه ديت بعد ما ناخدها ان شاء الله هيبان معانا في فرق كبير جدا، وهتحس ان بطنك كده بدات تشفط، وهتحس ان في ترهلات. الترهلات ديت انا عايزه اشدها او عايزه اشيلها، وفي نفس الوقت كمان خدوا بالكم مش بتشد الترهلات بس، لا ده كمان بتسيح المنطقه اللي فيها دهون. تمام؟ انا دلوقتي هعمل ايه؟ هنقول كده يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه كويسه جدا. وصفتنا النهارده وصفه سهله وبسيطه، وباذن الله هتجيب معاكي نتيجه من اول استعمال. احلى ما في الوصفه بتاعتنا النهارده ان هي خلال 3 ايام بالظبط بيبان معاك فرق كبير جدا. طبعا في ناس بيبقى مثلا يعني قدامها مثلا مناسبه وعايزه تنزل وزنها بسرعه، ان شاء الله الوصفه ديت هتكون ليك. يلا كده بقى نقول بسم الله ونحط لايكات كتير للفيديو، ويا ريت كمان نشير الوصفه علشان ان شاء الله ناس كتير هتستفاد منها. طيب مبدئيا يعني كده ان الوصفه دي ان شاء الله هتزود معاك معدل الحرق، حتى لو انت وزنك ثابت وجسمك ما بيحرقش، او لا قدر الله في غده ولا حاجه وجسمك كل مدى بيزيد، ان شاء الله الوصفه ديت وصفه هتنحت معاكي جسمك كده، يعني تخلي جسمك كده اكنه منحوت بالظبط، وكمان هتنزل كل الدهون الموجوده في منطقه البطن والجوانب والارداف كل الكلام ده. طيب اول مكون بقى هنبداه في الوصفه بتاعتنا، طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه انا معايا الشاي الاخضر. كلتنا طبعا عارفين فوائد الرهيبه للشاي الاخضر. اي دكتور انتوا بتروحوا له وتقول انا عايزه انزل وزني هيقول لك الشاي الاخضر. طبعا يا جماعه الشاي الاخضر فيه مضادات اكسده عاليه جدا وبيزود معاكم معدل الحرق. تمام؟ عندنا مكاوي ماشي، عندنا سايب ماشي، مفيش مشكله. ناخد كده مكونات الكيس او الباكت دهوت. طيب انا هضيف معاه اضافه بسيطه جدا. شوفوا بقى ده كوبايه سحريه، عايزه اقول لكم ان الكوبايه دي يا جماعه مدمره. هنقعد كده نص كده معلقه اهو من القهوه او البن. ده طبعا يا جماعه زي ما قلنا القهوه او البن اي نوع عندك ممكن تستخدميه استخدميه، حتى لو كان عندك القهوه السريعه برضه استخدميها تبقى كويسه جدا. القهوه يا جماعه من الحاجات الكويسه جدا اللي بتدوب معاك الدهون وبتنزل معاك الوزن بطريقه سريعه جدا. طيب ايه تاني اللي هيسرع معايا عمليه الحرق؟ طبعا زي ما انتم شايفين الزنجبيل. عندك زنجبيل فريش حطي، عندك زنجبيل بودره حطي، بس اهم حاجه اي نوع من الزنجبيل. الزنجبيل دي يا جماعه له فوائد رهيبه جدا، احنا دايما على طول في اي وصفه بنسميه ملك الوصفات، لانه بيحرق. حتى لو انت قاعده ما بتشتغليش ما بتعمليش ما بتتحركيش، مجرد ان انت هتعملي الكوبايه ديت ده هتنسف معاك كل الدهون. ده كده حطيت نص معلقه من الزنجبيل، وطبعا قلنا لو في زنجبيل فريش ممكن تبشري قطعة صغيره كده وتحطيها على كوبايه الشاي اللي انا عملتها دي. الكوبايه دي يا جماعه يعتبر مدمره للدهون او السمنه، هتدمر معاكي كل الحاجات ديت اللي انت دايما بتعاني منها. تمام؟ دلوقتي بقى هننزل عليها كده بكوبايه الميه المغليه بتاعتنا. ولاحظوا بقى ان انا ما حطيتش لا سكر ولا حطيت اي حاجه خالص. انا عايزاكم تاخدوها كده يا جماعه، ما حدش يقول طب احط سكر او احط عسل او اي حاجه من الكلام ده خالص، لا. بصوا بقى دلوقتي انا هغطي الوصفه، وطبعا الوصفه لسه ما خلصتش عشان تكونوا عارفين، لسه في مكون وده اهم مكون معايا هنحطه عليها دلوقتي. هنسيبه كده على جنب، نغطيها كده لمده 10 دقائق واسيبها كده على جنب اهو لغايه ما تبرد خالص، وبعد كده هقول لكم انا هحطها على الكوبايه دي ايه، لان انا ما ينفعش احطها دلوقتي وهي سخنه. نخش دلوقتي بقى نشوف الوصفه الثانيه اللي احنا هنعمله ككريم موضعي. على ما الكوبايه دي تبرد هيكون انا عملته. دلوقتي بقى هنحضر مع بعض الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه اللي انا هنعملها ليه؟ علشان تشد معاك الترهلات، لان الكوبايه ديت بعد ما ناخدها ان شاء الله هيبان معانا في فرق كبير جدا، وهتحس ان بطنك كده بدات تشفط، وهتحس ان في ترهلات. الترهلات ديت انا عايزه اشدها او عايزه اشيلها، وفي نفس الوقت كمان خدوا بالكم مش بتشد الترهلات بس، لا ده كمان بتسيح المنطقه اللي فيها دهون. تمام؟ فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هناخد كده برده معلقه من البن اهو، معلقه من البن اهيت. المكون التاني بقى هناخد معلقه كده من الزنجبيل ونقلبهم مع بعض.
بالشكل ده كده. هنحط عليهم كده معلقه من خل التفاح، ما عندناش خل تفاح ممكن احنا نستخدم الخل الابيض. تمام، نحط كده معلقه كمان. اي نوع خل عندك ممكن ان انت تعملي، بس طبعا اهم حاجه يفضل ان هو خل تفاح. كده بقى نقلب الوصفه. بصوا بقى يا جماعه، طبعا انا معايا زيت جنين القمح اهو اهوت، هناخد برضو كده منه معلقه. لو مش متوفر عندنا هناخد معلقه زيت زيتون. نقلب شويه بس اهو. طبعا يا جماعه الزيت ده له سحر رهيب جدا، شد الترهلات اهو. نبدا ان احنا الشكل ده كده، نحط كمان شويه برضو لغايه ما الوصفه تظبط معايا. ده كده يا جماعه القوام كده بدا ان هو يظبط معايا. دلوقتي بقى اقدر ان انا استخدم الوصفه، بس في حاجه مهمه قبل ما اعمل الوصفه بتاعتي. ايه هي؟ طبعا لو انا هستخدم الوصفه دي على منطقه البطن او الجوانب او اي منطقه انا عايزه اشيل الترهلات منها، اعمل ايه؟ افتح المسام الاول علشان الوصفه تبقى كويسه معايا واللي تبدا ان هي تعمل مفعول. هجيب فوطه كده مبلوله ميه سخنه واقوم لفها مثلا على وسطي او على بطن او اي منطقه انا عايزه ادهن عليها الوصفه. ليه؟ علشان افتح المسام. وبعد كده هناخد الوصفه ونبدا ان احنا ندهن عادي بالطريقه العاديه. بعد ما ادهن بقى هقوم جايبه كيس ستريتش واقوم او اي كيس عندي يعني بمعنى اصح، واقوم لفه الوصفه. لو انا عاملاها على بطني ولا حاجه هلفها على بطني، عاملاها على دراعات من فوق هلفها زي ما انتوا ايه يعني حابين. بعد ساعه كده ولا حاجه او بعد ساعه ونص كده هبدا ان انا اشيل الاستريتش وهبدا ان انا اغسل الوصفه بتاعتي. تمام، يعني هسيبها كده على المنطقه اللي انا هديناها لمده ساعه، ساعه ونص، ساعتين بالكتير قوي، وهقوم غسلها بميه عاديه خالص من الحنفيه. عرفنا كده الوصفه ديت هنعملها ازاي، وقلنا طبعا الوصفتين هيكملوا بعض. طب تعالوا بقى كده يا جماعه نشوف الوصفه ديت اهي. بعد ما بردت كده معايا هنبدا ان احنا ناخد نص ليمونه بالشكل ده كده، ونبدا ان احنا نعصرها على الوصفه بتاعتي، وهقول لكم هناخدها امتى. طبعا انا لا حطيت سكر ولا حطيت اي حاجه خالص من الكلام ده. نبدا بقى ان احنا نقلبها بالشكل ده كده اهوت. كده جهزت معايا. قبل ما هشربها هقوم مصفيها علشان تبقى سهله معايا وانا بشربها. طب دلوقتي هنشرب الكوبايه دي امتى اللي احنا عملناها ديت؟ دي يا جماعه هتتشرب ما بين الوجبتين، وجبه الفطار ووجبه الغداء، يعني بعد ما افطر كده بساعه ولا بساعتين، يعني بعدها بساعتين، يعني قبل وجبه الغداء بساعتين او بعد الفطار بساعتين، بس اهم حاجه عندي يكون ما بين الوجبتين الفطار والغداء هشرب كوبايه زي ديت. الكوبايه ديت كفيله الوحيده ان هي تنزل معاك وزن رهيب جدا خلال 3 ايام بس. تمام، واحلى ما في الوصفه دي كمان ان هي ما بتخليش الدهون ترجع تتراكم معاك مره تانية. طب الوصفه ديت، الوصفه دي يا جماعه بتشتغل على منطقه البطن والجوانب والارداف. يعني اول حاجه ان هي بتنزل معاكي منطقه البطن او الكرش، ده بتشفط بطنك تماما. عايزه اقولك ان هي بتنحت جسمك، تخلي جسمك كده اكنك عامله عمليه نحت. تمام، ان شاء الله هتجربوها وباذن الله تكتبوا لي في الكومنتات. واهم حاجه يا جماعه انا شير الوصفه علشان ان شاء الله ناس كتير تستفاد من وصفتنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنونا ان شاء الله في الفيديو الجاي.